ونسيت شو طعم الغفا وفل من الدنيا الوفا وبقيت وبقيت وحدي بهالدنيا ما حد سألني شو بني لا فقير ولا حتى غني ومشي برافو! هاي الطريقة المبتكرة للنقل المباشر. لا تقنعيني، أنا أصلاً نسيتها كلها ونسيت خطيبي حتى، مع أنه حاول يعتذر لي. ليكي رولا، قلك شغلة، إذا بتحبيه سامحيه، هو ما عمل لك شيء. لا ما عمل شيء، بس صدق أول كلمتين حكوا له عني، أنا هيك واحد متردد ما بيناسبني. أما رغدة، الله يسامح. آمين جاهن لي. رغدة، شبيك؟ يا ربي شو بدي ساوي هلأ؟ شو بدي أقول لبابا لك؟ يقطع عمرك على هالفكرة إيه؟ هلأ فوتي فيني بسنجق عرب؟ يعني بفهم منك أنه طار الموبايل؟ هلأ وقتك وقت الموبايل؟ بس أنا المشكلة فيني ما بعرف إذا بقدر أقدم بكالوريا ولا لا؟ خلاص رغدة والله أحلى سوني إريكسون لجملة. لك شوف أنا بشو وأنت بشو؟ شو عمو ما خلصوا السندويشات؟ لا ما خلص. أما فظيعة هالرغدة، والله فكرة ما بتخطر على بال جني أزرق. إيه مزبوط. اسكتي بس زعلت عليها، يا حرام، شو بده يصير فيها هلأ؟ خلاص طردوها من الامتحانات واكيد انحرمت تقدم البكالوريا كذا السنه. ما خلصوا السندويشه؟ يلا اسبوعين. جعت. بلا طحنك مع الشباب من هون ورايح. اصلا انت مو خرجك دراسي، من بكره خطتك على ابن شريكي، فهمانه ولا لا؟ قول هذا الكلام؟ يطول بالك عليها انت الثاني، شو صاير بالدنيا؟ السنة الجاية بتقدمها؟ قلت لك بكره خطبتها، ما تسمعي انت؟ الو نعم. الو الو الو، مساء الخير عمو. انا عشتار. مالش احكي مع رغدة؟ ولك يقطع عمرك وعمر المذكور عمو، لا تتلفني هولي، فهمتي؟ أصلاً ما إجاني وجع الرأس إلا من تحت الدراسة والرفقات السوء. نلعي، سمعانة؟ سمعانة يا عمو. هل عملت ما السادس؟ لارا ويارا،
شوي تاني بتتأخروا على الفحص وأنا بتأخر على الشغل. جاهزة بابا. وأنا كمان. يلا حبيباتي يلا. لسه ما تأخرنا. اصطبحنا. ألو. أهلين أمي. لك أنت ما بتستحي على دمك؟ ما بتقول لأخسر مكالمة وتطمن على بنتي؟ شلون عم تقدم فحصها؟ شلون عايشة؟ شلون عم تنام؟ شلون عم تفيق؟ لك شو يتمتوها بالحياة أنت وأمها؟ على راسي أمي على راسي، والله كلامك كله على راسي، والله أنت عيوني، والله ست راسي. لك اللي تأمري أمي الله يوفقك، بس مستعجل بدي ودي لارا ويارا عندهم فحص اليوم، وعندي شغلة صغيرة بساويها وبيجي لعندك. الله معك، مع السلامة. يلا يا بنات، يلا حبيباتي يلا، فتوا عيونكم ها. أخ لك اسمعوا على السمعة، اسمعوا على السمعة. ما بيصير هيك يا عمو نير، طولي بالك شبكي. الله يخرب بيته، لك البنت رح تخلص فحوصاتها، هو ما التكش بقشرة بصلة، داير باله على ست الحسن وبناته، وهو مسائل عنها. ولك ما كان هيك والله كان حنون، شو صار له ما بعرف، هلا لا عم يتسأل علي ولا عم يتسأل على بنته. لا حول ولا قوة إلا بالله. عن ربه وتعبوه، ربه وتعبوه. هدي حالك ما بيصير هيك. لك وينه دواكي؟ تأمريني تأمريني أم نضال نقوط السكر بالمطبخ عرف، تأمريني ذكاتك. يلا يا قلبي شو بدي يصير فيك يا أبارتي بعد ما أموت؟ خلصنا من هالهم، مبروك عقبال النتيجة يا رب. أنا أكيد راسبة. بعيد الشر لا تحكي هالحكي. لك شو بعيد الشر لك، أنا إذا نجحت. مرحبا يا بنات. أهلين. كيف كان الفحص؟ تمام، أنت كيف قدمتي؟ شو بيعرفني؟ كل شي حفظته وعطوني إياه الأساتذة الخصوصي كتبته. يقطع عمرك، شلون رح تحكي معها؟ هي فسدت علينا للمجهة. قصدك فسدت لرغدة على رفيقة اللي تحركش فيني أكثر من مرة وبعت لي أكثر من رسالة غزل، بس أنا ما أعطيته وش كرمال الزمالة. لكن مين فسد علينا للمجهة ميسون؟ اضطريت اشرح له الموضوع لانه شافتني واقفه مع وسيم على الباب لما كان عم يحكي معي، وقتها كان شوفير البابا متاخر علي. في شيء ثاني؟ سلامتك. سلامتك. يلا باي وسوري، بعتذر اذا ضايقتكم بسلامي. اعتذارك مقبول، مع حق. منيح لي رغده تركته لوسيم. وبعده اجى لؤي وابصر مين بعده. رغده طول عمرها هيك طايشه وما بتعرف شو بدها. الله يهديها. عن جد. امشي ناكل. مرحبا. اهلين سيد منير. اهلين جارتنا. اهلين زهرين. شلونك؟ ان شاء الله مبسوطه؟ الحمد لله نشكر الله. شو الظاهر امي طالعه هون هون مو بالبيت؟ لا ايوه، وين بدها تروح؟ من شوي تركتها مريضه. مريضه؟ اخ الله اعلم، يمكن مرتفع مع السكري شوي. افتح الباب لنشوف. افتح. ما معي مفتاح والله. يوه انت ابن البكر منير وما معك مفتاح البيت؟ عيوني بتعرفي يعني انت. امي هي دائما بالبيت، وين بدها تطلع؟ ايه ما معك حق. يوه. هاي عشتار. بابا انت عنا؟ بنتي شو وينها ستي؟ جوا. افتحي جوا، ما حدا عم يفتح. افتحي الباب، تركتها قبل شوي مريضه ومرتفع مع السكري، الله يستر ما يكون صار لها شيء. افتحي لنشوف. ستي عشتار عشتار هوني عشتار، هاتي المفتاح. يعني قمتي عشتار بنتي؟ يعني قمتي انت فعلا بدك هالشيء؟ لك انا حدا ضربني على ايدي؟ مو القصد يا ست مريقه، بس حضرتك فكرتي منيح بموقف ابنك او بنتك لما عم تحرميهم من حقهم الشرعي بالورثه؟ بنتي فلك رح تورث الملايين من جوزها اللي مصابح حماسي. وابني عين الله عليه، شو بده يعمل بالبيت؟ يعني رح يعمل فيه مشروع تجاري او يحوله لمطعم. اما حفيدتي عشتار رح تحافظ لي على البيت وتصونه مثل ما هو رح يصونه. بدي ارجع احكي لك قصتها يا استاذ توفيق. وهالبنت رح تتشرد، مشان هيك بدي امن عليها قبل ما اموت. العمر الطويل ان شاء الله. يا استاذ ما بقي من العمر اكثر من اللي راح. السكر دابحني وبجوز موت اذا زعلت زياده او اذا فرحت زياده، على الحالتين ميته وميته. طيب بهالحاله بنصح انك تقدمي لها يا هبه. شلون يعني هبه؟ يعني بتوهبيها يا وبينتهي لاسمها وبيضل لك حق التصرف فيه طول ما انت على قيد الحياه، هيك افضل. وخايفه بعد ما اموت
يقوم أبوها ياخده منها ويعطيه لمرته وولاده. لا أبوها ولا أمها ولا عمتها ولا حدا بالدنيا ساعتها بيقدر ياخده منها، لأنه البيت باسمها وحدة. يعني ما حدا بيحق له يبيع ويشتري البيت غيرها هي؟ وحدة المالكة الأمر الناهية. إيه، تكلنا على الله. بيبقى عنا شوية إجراءات لازم نخلصهم، وبالأخير بيبقى عنا توقيع الأنسة عشتار وبس. توقيعها؟ مو لتوافق بالأول؟ بابا ليش ساكتي ما تحكي؟ شو بدي أقول يعني؟ شو نقول له لابن عمك إياد؟ صار له سنة مأجل الموضوع مشان البكالوريا، وعمك اليوم رد فتح معي الموضوع مرة تانية، يعني ما عاد إلي عذر، هي البكالوريا وخلصنا منها. بعدين ابن عمك إياد قلبه على نار وناطر عروسته. يا بابا البكالوريا خلصت بس النتائج لسه ما طلعت. تصبح على خير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شبنا هذا خجل بنات، طول بالك عليها شبنا. ما بديها تدخل جامعة وتتعرف على شباب، بنتنا حلوة وعليها العين، ما بخبي عنك، خايف تتعرف على شاب من شباب الأيام ويصير فينا مثل ما صار بأخوها وليد يلي علام بالأمريكية. هلا هداك رجال وبيحق له، الله يسعده ويهني، بكرة إن شاء الله بيرجع من أمريكا وبيتجوز من هون. ونيرمين لا تخاف عليها، نحن بنعرف حالنا شو مربيين. أنت هلا طول بالك عليها شوي وسايرها لأنه مثل إياد ما عاد نلاقيه. مرحبا منير. مرحبتين اهلين. طمنيني شلونها هلا؟ لا الحمد لله اكلت ونامت. اخ الحمد لله طمنتيني، خطيتها هالمسكينه روحها معلقه فيكي، لك نحن الكبار ما بنقدر بلا ام منير. فشلونها المعطره؟ الله يخلي لك. تفضلي. لا 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 ما بدي ادخل، بدي اروح اتفرج على المسلسل، عم تابع مسلسل حلو كتير. بس ما قلتي لي وين كنتي الصبح؟ كنت بمشوار. مثل ما بدك ام منير، بخاطرك. بس لو بتطاوعيني تقبلي توقعي على هالورقة لحتى موت وأنا مطمنة عليك. عقبال التخرج من الجامعة يا رب. لا جامعة شو هاي، بتنسي لي اياها بنوب، من هلا ورايح انت بتقعدي وبتدللي ونحن اللي بنخدمك، وهي نسي لي اياها، وصلتني لهون وهلا دوري انا كمل. الله يرضى عليكي. لك الله يخلي لي اياكي يا رب. شكرا شكرا تيتا تقبريني، شكرا شكرا هالشهرة تقبريني. وينك؟ روحي روحي قبل ما تحس امك عليكي. قوام تقبريني قوام بيصغر. الجامعة الأمريكية لا مستحيل، بعدين شو بالمعهد التجاري؟ كلياته سنتين بيمرقوا وبيخطبوا هالكم شهر وهي لحال رح يضيق خلقها من الدراسة وتترك. المعهد التجاري مثله مثل الجامعة، كمان في شباب. هلا أنت عمل مثل ما أنا عم قلك، بنتي وأنا بفهم عليها سايرة، قالت لك معهد تجاري معهد تجاري، وين المشكلة؟ ما
بعدين نحن رح تضل عيوننا على البنت دائما. سايرة وطيب خاطرة بكلمتين، وإياد لا تجيب له سيرته منوب هلا، وكل شيء بوقته حلو. نرمين حبيبتي نرمين، أنا وافقت تدخلي على المعهد التجاري. عن جد بابا عن جد؟ إيه بس على شرط. اللي من البيت للمعهد، من المعهد للبيت. ها إيه خلاص، بس لا متعمى أبو علي. يعني خلاص توظفتي؟ طولي بالك شو خاتم سليمان، لسه في قدامي بعد شهرين فحص مقابلة، بدي أعبيهم دورات على الكمبيوتر. بعدين حذري شو؟ شو؟ صالحت رغدة. إيه لا، شلون؟ ما بعرف، ما لقيت حالي غير عم دق لها. كتب كتابة قربان. رح تتجوز؟ إيه، شاب فوق الريح، أبوه بيكون الشيك أبوه لرغدة بالمحل. لو تسمعي صوتها على التليفون عم تزقزق من كتر ما أنا فرحانة. إيه الحمد لله، الله يهنيها. الحمد لله. في أخبار عن نرمي؟ إيه صايرة صحبة كتير هي ورغدة. ايه معلوم من وقت قصة وسيم. بس صحبتهم على التليفونات بس، لأنه بتعرفي أبهاتهم دايرين بالهم عليهم. ايه مشان هيك رغدة التقطت بالفحص عم تنقل. لك ستي الله يعينها. على كل حال أنا سامحتها من كل قلبي. مسامح كريم. دخلك نرمين نجحت؟ ايه وسجلت معها التجاري، لأنه الثانية مجموعة قليل مثل مجموعنا. معها التجاري؟ يا ستي هاي خلصنا منها، سجل أبوها بالمعهد التجاري. أي بكرة بتتخرج وبتشتغل وبتحمل مصروفها. شو بيعرفني؟ أعوذ بالله، ما بخليها تدوس بيتي. شو نسيتي إنها كانت السبب بموت بابا؟ يا أختي أنا هالبنت ما بقدر شوفها، بتنكرس بس لاقيها قدامي. أي ما بعرف وشها نحس علي. هلا ايميني من سيرتها هبه الله يخليكي. قليلي شلون جوزك؟ لساته بلا شغل؟ نجحتي بالبكالوريا لك فصعونة؟ ايه والله، لك انا نفسي احترت شو بدي اعمل لما قالت لي ستي هالخبر. احترت ابكي ولا اضحك، مدري عو مدري نياو. عمتي سجلت معها التجاري، امتى بدك تنزلي؟ اشتقت لك. تقبريني ما بده يطيب جوزي بالاول؟ او الله ياخد امانته، والله صفيانة مثل الممرضات. حبيبتي المهم طمنيني، لساته صوتك حلو؟ السلام عليكم. مرحبا بسامي. اهلا ابو الرمز حبيب القلب. شلونك؟ بشر شو صار معك؟ سينا كاسه شاي بالاول، خليني اقعد نفسي بعدين بجاوب. على راسي يا ولد، اعمل لك كاسين شاي الي ولعمك ابو الرمز بسرعه. اهلين وسهلين. اهلين ابو سامي. بعتذر بس العشاء ما انتبهت. عفوا. انت اللي حكيت؟ عفوا انا اللي حكيت، بعتذر ما انتبهت من العشاء. مو مشكلة مو مشكلة، خفت على من خاري روح مرة تانية. بعتذر. مو مشكلة. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. إذا بتحبي تفضلي ارتاحي، أنا بنقل لك برنامج المحاضرة. عن جد عم تحكي؟ كون قدمت اعتذار كمان. إيه اعتذارك مقبول، سلم الإيدين. هي قلمين هي دفتري، حأنطرك هون أنا، تفضل. سلموا الإيدين، وينك شو اسمك؟ اسمي تحسين، تحسين ابن آدم. تحسين ابن آدم؟ ليش؟ واسم غريب وله قصة غريبة، بحكي لك إياها بعدين. أي ولا يهمك، ناطرتك. أنت شو اسمك؟ أنا اسمي عشتار الفريد. كمان اسمك غريب.
كثير، كمان له قصه ببقى بحكي لك اياها. انا ناطرتك هون تحسين. ايه تفضلي. يا سن بين العشاء شباب. لا ابو سامر لا، الله يخليك ما بتوفي معي منو القطعة، يا دوب عم توصل معي. عيون عدم المؤاخذة عم بعتهم على روسيا، ما عم بعتهم على حمص. القطعة يا دوب عم تربح ثلاث ورقات. وشو ساوي لك؟ يلي أوله شرط آخره سلامة. بحبح لنا إياهم شوي، بركي بيصلوا الخمس ليرات. ماشي الحال. التجرة الجاية بحبح لك إياهم. ماشي الحال. هالمرة رح مشيها، بس المرة الجاية بحبح لنا إياهم شوي. أبو سامر، شو صار بالطلبية اللي وصيتك عليها؟ أنو منهم؟ لانجيري. الألبسة الداخلية النسائية. حاكم الطلبية اللي صدرناها من شي خمس شهور مشيت، والجماعة عجبتهم كتير كتير كتير. بيصير ليش لا؟ بس هالمرة قديش المرباح؟ هالمرة 50-50، لأنه الوسيط اللي كان بيني وبينهم زحلقناه مشي حاله. إيه معلوم لك. إيه ما بدك وسيط، اسم الله عليك بتحكي بسبع لغات. وهي اللغة الروسية بنفهم نحكي فيها كمان. وبتفهم تتعامل معهم كمان. ومعكم سيدنا. أبو سامير جهز لي الطلبية وأنا بهالكم يوم بمرق باخدهم، ولا تنسى تكتر لي مشلحات الحمر، حاكم هدول الروس بيحبوا اللون الأحمر كتير كتير. لعيونك أبو الرمز. لسه إلي عندك طلب. قول. لك منظوم مو وعدتني تعرفني على ابن خالتك أبو فادي. لك أنت شو بدك بهالصرعة؟ ابن خالتي عنده مشغله ومكتفي، بعدين شو بده بصرعة التجارة مع الروس وما الروس؟ خلص شو بدك بهالقصة؟ أنت عرفني عليه وبس. بيني وبينها الروس بدهم جرابات، وأنا لولا معزتك عندي ما كنت بحكي لك. عرفني عليه وقولك رزقه. ماشي الحال منحاول. ماشي خيو. بدك شي يا أبو سامر؟ سلامتك قاعدي. سامح بالخمس ورقات المربح. السلام عليكم. ألف صحة، مع السلامة. الله يعافيك. لك إيه وين غطيت الفرد غطا؟ بدك ما تواخذني شوية مسؤوليات. المهم جهزت لي البضاعة؟ إيه عود اشرب لك شي شغلة هلا. وحياتك ما في وقت مستعجل. جهزت لك 50 علبة مكياج. ومن أن وحدة خبيت لي؟ هاي المسطرة اللي اتفقنا عليها المرة الماضية. أيوه، وقديش بدك تحسب لي إياها؟ الوحدة ب 150 ليرة، ومربحها 20 ليرة، وهذا السعر خصوصي كرمالك. يعني لحظة شوي. 130 ضرب 50 6500. ماشي اتكلنا على الله، بس المربح مو مضمون كتير. ليش بقى سيد راسين؟ اخي بصراحه المكياج بروسيا ما كتير مطلوب. بناتهم مثل ما بتعرف بيض وشقر وعيون ملونه وملزلزين، يعني غندرتهم منهم وفيهم. وانا وحيات عيونك لولا معزتك عندي ما بتحش بضاعتك بمناخير الجماعه دحش. ايوه يعني قديش المربح على القطعه؟ بصراحه انا بدي بيع القطعه مثل ما عم تبيعها انت، واذا الله وفقني بربح لي شوي صغيره. الحاصله هات اعطينا البضاعه اخي خلينا نمشي يلا. والدفع؟ انو دفع؟ حق الخمسين علبه. ايه مزبوط. وقديش رح تحسب لي سعر القطعه؟ شو ها هدول 3250 ليره. شو نسيت الاتفاق؟ هي نص السعر مقدم، والمؤخر بتاخده بعد ما تنباع البضاعه والمربح فوقهم كمان. ولا ما في ثقه ابو شباب؟ لو لا يا بضاي، لك هاي بضاعتك جاهزة. سلموا ايديك. أهلين سهلين. قال لولا علبة مكي كانت الحالة بتبكي. تاخذ خفافة قبل ما يخف عقلك. يعطيك العافية. أهلين. أهلين فيك، منيح اللي رديت علينا، لنا ساعتين عم نحكي معك ما عم ترد، رحنا قضينا مشاويرنا وإجينا. لحظة. لك ما بدك. لا مشان واشفع. تسلم لي يا رب. قديش الزنوبة؟
ياي ب 35. يا لطيف. طيب وهي الشحيط هي تبع الشطف بقد ايه؟ ياي ب 50. طيب بتبيع بالجمله؟ إذا طلعنا لنا من طلبية الملابس الداخلية بشغلة 10,000 ورقة، وإذا قلنا فوق الطلبية طلبية السلمكي أخذنا لنا منها كمان شغلة 3,000 ورقة، بدي صندوق وأي شحايد النايلون. يا عم شو آكل فيهم ضرب أجنبي من أمي بزمناتي. من أهم الأمور اللي بحبها تكون موجودة بمحاضراتي هي الصمت والإصغاء والدقة بالمواعيد، لأني ما بحب التأخير نهائي. قبل شوي كنت عم بحكي لزملائك اني ما بحب التأخير نهائيا، وحضرتك شرفتي متأخرة. بعتذر وما بقى تتكرر. أتمنى ذلك. رح كون معكم هاي السنة لتدريس مادة الاقتصاد. اسمي الدكتور رامز عبد المجيد. دكتور مو أستاذ. خريج جامعة الصداقة موسكو. قبل ما نبلش بدي أسألكم، حدا سأل حاله شي مرة ليش دخلت معهد تجاري؟ تفضل. ليش قررت تدخل معهد تجاري؟ أنا كانت رغبتي إني أدرس صيدلي بس ما جمعت علامات. حضرتك؟ مين؟ أنت أم الطاقية. شو بني؟ ليش دخلتي لهون؟ لأنه يعني الواحد هي طموحه بحبها. يا سلام، سمعتوا شو قالت زميلتكم؟ بتحب. لكي نؤسس لأي شيء يجب أن يكون عنصر الحب أساسي وموجود. كيف فيكن تفهموا مادة وتدرسوها إذا ما كنتوا حابينها؟ انتبهوا منيح على اللي قالته. شو كان اسمك؟ عشتار الفريد. منير الفريد شو بيقرأ بك؟ بابا. تصور عنده معمل بلاستيك ما هيك؟ ايه مزبوط أستاذ الدكتور. أبي بيشتغل يعني عنده معمل بلاستيك، بيعمل كل شيء، طاولات وكراسي وجرن للحمام كمان وخزانات مي باعتبار المي بتنقطع كثير. عفوا دكتور ممكن ادخل؟ اه طبعا طبعا تفضلي. يمين تاي على جنبك. عفوا يا انسه اللي دخلتي هلا، فيكي تقولي لي ليش قررتي تدخلي معهد تجاري؟ انا كنت بدي ادرس بالجامعه الامريكيه ببيروت بس بابا ما خلاني اسافر، وبعدين ما مجموعك ما خلاكي تدخلي فرع تاني ما هيك؟ مزبوط. ممكن اقعد؟ شو كان اسم حضرتك؟ نرمين السعيد، وبابا بيكون مروان السعيد، صاحب اشهر وكالات للادوية الزراعية. ممكن اقعد؟ بتصور ما سألتك لا عن اسم ابوكي ولا شو بيشتغل. تفضلي ارتاحي. نرجع لموضوعنا، الحب والرغبة اساس كل نجاح، والحب والرغبة. انا درست تجارة واقتصاد عن حب ورغبة، وحصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة الصداقة من موسكو. هلا حابب اقول لكل الطلاب والطالبات يلي حابب يسال اي سؤال يساله بدون تردد مره ومرتين وعشره، وانا مستعد ساعده. اضافه لهذا الشيء عندي كراسات لماده الاقتصاد اللي عم درسها وباقي المواد المقرره عليكم. وخلينا نتذكر دائما شروط النجاح اللي هي ثلاثه: التحليل والنتيجه والحب. الحب.
نصير زملاء. ما تغيرين شعراتك. هاي اخر شيء يوم الخميس انسرته. يسلم ايديك تحسين. شكرا كثير. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامه. شكرا، كلك ذوق. باي يا شباب. باي. هاي وصلك الطريق انت. لا معلش، ما بدي اعزمك. امشي بلا غلاظه. والله ما بدي اعزمك. امشي يلا، خلينا ننسى قصص المدرسه. كانت شغل الاولاد صغار. وشافك حالك؟ مو عليكي. لك انا على مين؟ شو بيعرفني انا؟ يا نصيب يا نصيب. خلينا نتصالح. نتصالح. يلا. ليكي وين شعراتك عاملتيهم؟ باخذك عند نفس الكوافير. وصلتك لهون؟ اي والله يا تيتا، انا ما عم صدق. وليش لحتى ما تصدي؟ انا ما محبين لبعض عداوه. اي بس تاريها هالنرمين لطيفه كثير وحبابه، انا ما كنت مفكرتها هيك، كنت مفكرتها شايفه حالها ومأنزعه. الله لا يوفقني ساعة اللي كنت تقولي اقطع عمرها، بس لساتها حلوه. يقطع عمرها. لا والله يا بابا، والله ما تاخرت. لا بس لانه وصلت رفيقتي عشتار بالاول. ساكنه بالشام القديمه. اي شو بيعرفني؟ ما حكيت لك عنها لأنه ما كنا صحاب. لا بالعكس، البنت آدمية وكتير منيحة. ايه ماشي بابا. لا لا تغديت. ايه ماشي باي. ايه شو هذا يا؟ لأمتى بده يضل جوزك يعاملني كأني بنت صغيرة؟ بعتقد انه هذا ابوكي ومن حقه يخاف عليكي. اختي يخاف علي؟ يخاف علي ايه، بس مو يخنقني. منو هي عشتار؟ تغديتي ولا لا؟ بنت منيحة ولا ما انا منيحة؟ ايه ما بيكفي حاطط لي شوفير قد جدي. صحيح، بالمناسبة منو هي عشتار؟ يو اسمعوا على هالسمعة، كمان الواحد ما بصير يسأل. هاي بضاعة وهي بضاعة، بس هاي قيمة وهي قيمة. جربوا انفخوا، جربوا. تفضلوا تفضل. هذا وقع على الارض. خي هي واحد منهم. جربوا. شغاله؟ لحظه واحده، اعطيني هالقلم. استغرق وقت حوالي 15 ثانيه وشوي. اعطيني هالبالون الصغير. اعطيني ها. انا هذا بالون وهذا بالون، مزبوط؟ مزبوط. هاد اكبر من هاد، وبالتالي هاد اخذ جهد اكبر، اكسجين اكثر وشغل اكثر، وهاد اخذ وقت اقل وجهد اقل وهواء اقل. هدول الاثنين بالونين بضاعه، يعني قيمة، وقيمة البضاعة هاي ما بتتضح إلا بالتبادل، ولما بتتم عملية التبادل بالسلع بيتم وصف كل وحدة من البضاعة كقيمة، وهيك بتكون البضاعة وحدة، القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية. ازدواجية طبيعة البضاعة تنجم عن ازدواجية طابع عمل المنتج، وماركس، ماركس هو اللي كشف هالنظرية، وبالتالي قدر يعمل. شايفك عم تهزي براسك، فيكي تلخصين لهم لرفقاتك كل شيء حكيته؟ القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية، ازدواجية طبيعة البضاعة تنجم عن ازدواجية الطابع على المنتج، وماركس هو اللي كشف للمرة الأولى ازدواجية طابع العمل، وهذا اللي خلى ماركس يقدر يحقق نظريته. اسمه ماركس مو مارس. على كل الأحوال سفولة لرفيقتكم لأنه شاطرة كثير. قيمة البضاعة هاي ما بتتضح إلا بالتبادل، ولما بتتم عملية التبادل بالسلع بيتم وصف كل وحدة من البضاعة كقيمة، وهيك بتكون البضاعة وحدة، القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية. ازدواجية طبيعة البضاعة تنجم عن ازدواجية طابع عمل المنتج.
مرحبا. اهلين معلم افادي. نعم يعطيك العافيه. اهلين وسهلين ومرحبتين. انا اسمي رامز، ما بعرف اذا ابن خالتك ابو سامر حكى لك عني. اهلين وسهلين ومرحبتين، تفضل سيدنا. الله يزيد فضلك. هذا يا سيدي انا بتعامل مع جماعه روس، بيقدروا يوصلوا لي البضاعه اللي بدي اياها لروسيا، والشهاده لله اني امين منه. ومن كتر ما حكى لي عنكم ابن خالتكم وعن مسموعياتكم الطيبه، قلت شو عليه يا ولد، خلينا نحط ايدينا بايدين بعض و ما فهمت. هذا يا سيدي انا بقدر اقنع جماعتي انه نصدر لهم كميات كبيره من جرابات مشغلكم، والمربح نبقى بنتفق عليه وان شاء الله ما بنختلف. ايوه بس هذا اسمه تهريب مو تصدير. تهريب شرعي، يعني حرمه روسيه ومسافره لبلدها واخذه معها هدايا، مين له عندها هدايا وجرابات؟ بس مو اي جرابات. وشو الضمان خالي؟ عندي الضمان، عندي الجماعة هون. أنا شخصيا ما بقبل اتعامل مع حدا غيرهم بكل الاتحاد السوفيتي سابقا وبروسيا حاليا. بقصد الضمان، كيف بدي أضمنك أنت؟ يا عيب الشو، إذا فيني مالك ثقة، مالك ثقة بابن خالتها؟ اسأله لأب سامر عني، شعوا التليفون قدامك. عن إذنك، كنا بدنا نكسبك ونكسبك ونكسب لنا كم قرش نحن وياك بالحلال، بس الظاهر مالك بالطيب نصيب. استنى عندك يا أخي الكلام أخذوا عطا. بالأول شو بتحب تشرب؟ سحلب. اشتار اشتار تاتي رايحة بدي نحن معهد. يوه من غير ما تفطري هلأ بشتري سندويشة من المعهد. يلا بخاطري قصاك ما تفطري ستي عبري ضايع عليكي. خلص تاتي غنى الافطار. ماما ما عرف دخلت فاكلت في الدنيا. تاتي اذا بدك دكتور. لا تقبري لا تخافي هلأ باخد حبة الضغط وبصير منيحة. تقبريني تاتي اذا بدك ما تروح على المعهد. لا لا شو ما تروحي على المعهد، روحي ما فيني شي، رح اخذ حبة هلأ. روحي تقبريني، روحي حبيبتي روحي. شو تاتي حتى حمرة؟ ان شاء الله ما بتبلي الهي. لا لا شو تمسحيها؟ لا بقتلي كتير يا ست الصبايا. خير ستي في شي؟ في شي، أنا بدي قلك يا مشان موضوع البيت. تيتي وفي شي أنت بدك تقليلي يا، لأنه شايفتك كم يوم مالك على بعضك. تيتي أنا ما فيني شي. اطلعي فيني لشوف. شو في تيتي؟ حتأخريني على الدوام؟ على الدوام ولا في شي تاني؟ تيتي بعدين بحكي لك، نبقى بنحكي على انفراد. يلا عن إذنك تيتي رح أفطر بخاطرك. إلهي يطعمك اللي ببالك يا عشتار ويطمني عليك قبل ما أموت. هيك أعزائي الطلاب والطالبات بيكون انتهت محاضرتنا لليوم، بنشوفكم المحاضرة الجاية. هلا هذا استاذ والدكتور رامز. استاذ دخيل الله. شلون يعني؟ يعني شوف المحاضره اللي بيعطينا اياها الدكتور رامز وشوف محاضرات الدكاتره الثانيين. اي والله مرتين ثلاثه رح انام من الملل. اي والله معك حق، وانا نفس الشيء تشرطوا حناكي من المتاوبه. على كل حال بقيان للدكتور رامز ساعد زمان تجي محاضرته، شو رايكم نروح نشرب لنا شيء شغله بالكافيتيريا؟ انتوا سبقوني انا بدي اروح ظبط الروج تبعي. مشي ناكل بالكافيتيريا مشي. شوها؟ شوها؟ عيب عشتار، نحن اتفقنا انه انا اللي عازمك ما بصير. خلاص مثل ما بدك، يسلم هالايدين. بتعرف تحسين؟ اهلك كان لازم يسموك تحسين ابن حلال، مو ابن ادم. محطوط في سكة؟ محطوط في سكة. هلكني، هلكني يا ابو سامر. لك قال لك عمي حتى تعرف قيمتنا، انا من جهتي نبهتك وحذرتك وقلت لك انه ابن خالتي نقوزي وموسواس. حاصلوا هلا اتفقنا؟ الله يجعلها آية الرزق. آمين يا رب. الألوان كلها هون بالكي؟ أحلى شلحات حمر وصفر وبيض ومعرق لعيونها. قصدك لعيون الروسية.
والبضاعة بتوصلك على البيت. كتر خيرك أبو سامير. السلام عليكم. مع السلامة، شرفت أبو الرمز. ثلاثة بقعد قدام التلفزيون وبتابع البرنامج، بس للأسف ولا مرة ربحت الورقة. كل ثلاثة كل ثلاثة؟ ايه كل ثلاثة كل ثلاثة. يا لطيف، بس أنت على لحالك بتخسر كل أسبوع 150 ليرة حق ورقة يا نصر. مظبوط، وبكسب أمل بعيش عليها لمدة أسبوع جديد. حرام عليك يا تحسين. هيك بتقلي أمي. صحيح أنتوا كم ولد؟ أنا وحيد. غني يا وحيد. تبع فريد الأطرش. يعني ما عندك إخوات؟ إخوات؟ ما عندي إخوات ولا أهل. ايه بس قبل شوي قلت أمي. هي اللي ربتني، بس انا اللي بقول لها امي دائما. هي قصه طويله ببقى احكي لك اياها بعدين. قوموا خلينا نلحق المحاضره. لا لسه في 10 دقائق. اوكي معلش مشان نلاقي محلات قدام هذا. ايه روحوا انتوا ولا بلحقكم، انا عندي شغله بدي اعمل. تفضل تفضل تحسن. بجنون وده حالي معاك، خلتني أعيش أيام مليانة أعاد وغرام، وده حالي معاك. عشقك بجنون روحي أنا، قلبي المفتون كله منى، وياك بيعيش أحلى أنا، حبيبي أنا، حياتي أنا. يا ويلي ويا نار، قولي ازاي يا دال، لهفة قلبي وشوقي في حبك حتى وانت هنا. يا ويلي ويا نار، قولي ازاي يا دال. عنوان محاضرة اليوم توزيع الدخل القومي، ورح بلش بنقطة كتير مهمة، هي الدخول الناتج عن العمل. وبلا ضحك إذا بتريده. أولا، شايفك عم تحوس، في شي حابب تقوله؟ عفوا دكتور. تفضل. محاضرتك قلت إنه اللي ما بيفهم المحاضرة بترجع بتعد له إياها. شو اللي ما فهمته بالضبط حتى أعد لك إياه؟ نظرية ماركس أنا عن جد ما فهمتها. حضرتك قلت إنه في عندك كراس، ممكن تعيرني إياه؟ أولاً اسمه ماركس مو ماركس. ثانياً جايب معي بالشنطة كراسات، رح أعطيك واحد تقرأ وبعد ما بتقرأ بنبقى بنتناقش. شلحة نسائية وقميص داخلي رجالي، هذا قيمة وهذا قيمة، وبعملية التبادل انتوا ضحكتوا مستغربين. انا جبت هالاكسسوارات معي خصوصي لانه متوقع الاقي طلاب مخها سميك مثل حضرة الاستاذ. تابع المحاضرة. المحاضرة الجاية رح جيب لك معي الكراس، بس ما تنسى تجيب معك 100 ليرة. شو الظاهر ما عجبتك الفكرة؟ هي قيمة، الكراس قيمة، والقيمة يجب أن يكون لها أجر. ولا بتحب أعد لك المحاضرة مرة ثانية؟ لا خلص دكتور، الدرس الجاي بجيب لك معي 100 ليرة، شكرا كثير. دكتور دكتور رامز دكتور، إذا بتريد عشتار كانت بدها تقول لك شيء. تفضل يا سي عشتار تفضل. ما بدي احكي شيء انا.
دكتور رامز، نحن الحقيقة بس كنا حابين نقول لك إنه نحن كثير معجبين بمحاضراتك وكلياتنا مستناها على الدقيقة. كلياتكم؟ كلياتنا. طيب. عم نشوفكم. إن شاء الله. نظاراتك من وين جايبتيهم؟ هدول كادو من بغي باريس؟ بتعرفي انا لي عمي عايشه بباريس؟ كل سنه بتبعت لي اواعي بيفلجوا ياخذوا على القهوه والله، بس كلياتهم ضايقين علي لانه صار لها ثلاث سنين ما شافتني وبهالثلاث سنين نفضت فرد نفضه. مو مشكله، حبي وصلك الطريقة؟ لا معلش حابه اتمشى. طيب اوكي يلا باي. مع السلامه. باي عشتار؟ نعم. شو رايك وصلك انا بطريقي؟ ليش وين طريقك انت؟ على طريقي. امشي. ودعيت لربي رجاك وكتير.